قدم مصمم دار بيرلوتي للأزياء الرجالية في دار أوبرا باريس مجموعة أزياء جديدة لهذا العام، والتي استعرض بها براعته في تنسيق الألوان والجلود، متميزا كذلك في استخدامه الحرير لأول مرة. كامل التفاصيل مع زميلنا ليث بزاري في هذا التقرير. في أحد السروح الفرنسية الثقافية أوبرا غارنيه أو دار أوبرا باريس، قدم كريس فان آش مصمم دار بيرلوتي للأزياء الرجالية مجموعته الجديدة للخريف والشتاء المقبلين. مجموعة تبين مدى قدرة هذا المصمم على تنسيق الألوان والجلود في قطع أزياء، خصوصا في دار عرفت منذ زمن طويل بتصميمها للأحذية الراقية. Je dirais que c'est une évolution de mon premier show à mon deuxième moment. ما أقدمه اليوم من قطع هو امتداد لما قدمت في الماضي من عروض في هذا المكان قبل عام، ودائما في عالم الفخامة والرقي، مع لمسة خاصة للحفاظ على قواعد وأسلوب حياكة هذه الدار، وذلك بفهمها والتمعن جيدا في تاريخها. أدخل فان آش الحرير لأول مرة في القطع الرياضية إلى جانب الجلد بقصاته وأحجامه ودرجات ملمسه المختلفة. أما أكسسوارات العرض فتشكلت من حقائب بيرلوتي كبيرة الحجم والقبعات الجلدية اللامعة. أجمل مجموعة أزياء رجالية شاهدتها هذا الأسبوع، أبهرتني الألوان التي قدمت وذكرتني بأزياء ثمانينيات القرن الماضي. أحببت المعاطف والبزات الجلدية اختيار كريس فان آش دار أوبرا غارنيه الباريسية لعرض مجموعته الجديدة لم يكن صدفة، فهنا أقام أول عروضه لهذه الدار، والأهم أنها المكان الملائم لعرض مجموعة أزياء رجالية فاخرة. من عرض أزياء دار بيرلوتي، ليث بزاري، العربية، باريس.